السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبخير وصحة وسلامة وسعادة. فيديو جديد ان شاء الله هتكلم فيه عن اهم 4 فيتامينز الجسم بيعاني منهم، سواء انت كنت رياضي او سواء شخص عادي، او فيتامينز ومينرالز او جزء من الفيتامينات والمعادن. يعني اول حاجة اتكلم عليها النهاردة هو الحديد. طبعا نقص الحديد جزء كبير من الناس بيعاني منه، سواء من الجنسين الذكور او الاناث، وخاصة الاناث. الحديد نقصه بيؤدي الى اثار جانبيه كتير بتبان على الانسان، واهمها ان الانسان بيجيله اللي هو الانيميا، دي اهم حاجه. طبعا الحديد من اسباب نقصه ان هو شرب مدرات البول الكتيره زي الكافيين، القهوه والشاي والحاجات دي كلها، فبتاخد الحديد معاه وهي نازله. الحديد ممكن نتجنب نقصه عن طريق ان احنا ناكل مجموعه من الاكلات اللي بتحتوي عليه، او ممكن ناخد مكملات من بره. اهم الاكلات اللي بتحتوي على الحديد زي الكبده واللحوم، وممكن يكون موجود في الفواكه والخضروات. طيب نخش على الفيتامين رقم 2 وهو فيتامين د. فيتامين د هو يعتبر مش فيتامين، لكن هو من ضمن الهرمونات اللي الغده القزاريه فوق الكليه بتفرزها. فيتامين د مهم جدا لامتصاص الكالسيوم. مش بناخده من الاكل كتير، لكن هو موجود في بعض الاكلات، لكن افضل حاجه بتمد الجسم بفيتامين د او بتحفز الجسم لتصنيع فيتامين د ان احنا نتعرض للشمس بشكل كبير. علشان كده الناس اللي عايشين في القطب الجنوبي او القطب الشمالي، الاماكن اللي صعب الشمس تظهر فيها، بيعانوا من نقص فيتامين د. طبعا نقص فيتامين د له تاثير سلبي كبير على الجسم، من ضمنها الاثار النفسيه طبعا، والجزء الثاني اللي هو التعرض للكسور والهشاشه وكده. ممكن نحصل على فيتامين د من المكملات او من الاكل. الفيتامين رقم 3 هو الكالسيوم. الكالسيوم من ضمن المعادن المهمه جدا جدا لصحه القلب وصحة العضلات وصحة العظام. طبعا الكالسيوم موجود في منتجات الألبان، بنحصله من منتجات الألبان، وموجود في بقية الأكل لكن بشكل أكبر في الألبان. زي ما قلت، نقص الكالسيوم بيؤدي إلى هشاشة العظام، ويؤدي إلى ضعف العضلات ومشاكل في القلب، لأن هو له تأثير على الأداء القلبي. ممكن نحصل كالسيوم من المكملات، أو ممكن ناخد كالسيوم من الأكل زي ما قلت. الكالسيوم عنصر مهم جدا جدا، لازم نحافظ عليه، وخصوصا لما السن يكون صغير، بالذات الاطفال لازم يتم عمل زي نظام غذائي يكون مدعم او فيه كالسيوم كتير، علشان خاطر بيساعد على النمو. نخش على المينرال او الفيتامين، عشان بس الناس بتقول لي ده معدن وفيتامين. اليود، طبعا نقص اليود بيؤدي الى مشاكل في الغده الدرقيه. مشاكل في الغده الدرقيه بتؤدي الى ممكن رفرفه في القلب، ممكن تضخم، زياده الوزن، لان في ناس عندها مشاكل في الغده الدرقيه، وهبقى عامل حلقه عن الغده الدرقيه والمشاكل والاسباب. لكن اليود هو من ضمن العناصر الرئيسيه اللي الجسم لازم يحصل عليها. اليود موجود في المحار والاسماك، وبشكل افضل علاج لنقص اليود ان احنا ناخده من الملح المطعم او المدعم باليود، وده بيتباع في كل السوبر ماركت او بيتباع في الاسواق يعني. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وده لوكيشن جديد كده ان شاء الله يكون حاجه كويسه وتعجبكم. اي حد عنده استفسار يكتبه لي في الكومنتات. اي حد عايز اي مشكله، عايزني اتكلم عن فيديو معين، عنده مشكله معينه خاصه بالتغذيه او المكملات او التريننج او اي حاجه، ممكن يكلمني او يبعت لي على الواتساب او الانستجرام، سيب لكم كل حاجه.